مساء الخير أعزائي المشاهدين والمتابعين من كل مكان، لنا ولكم لقاء النهاردة الحلقة الثانية من برنامجنا برنامج طبيب في بيتك. معاكم دكتور محمد رضا، أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان. النهاردة في استضافتنا دكتور سيد صالح، صاحب مركز كريستال لزراعة وتجميل الأسنان، أخصائي طب وتجميل وزراعة الأسنان. مساء الخير دكتور سيد، اهلا بك حبيبي، ورب تكون دايما بخير وفي احسن حال حبيبي دكتور. حبيبي النهارده كنا حابين نتكلم ونتحاور في شويه اسئله. الاسئله دي بتدور في اذهان ناس كتير قوي. تمام. هل فقد الاسنان ليه ضرر، وهل مهم ان فاقدين الاسنان ان هم يعوضوا الاسنان اللي هم فقدوها دي؟ بص، هو طبعا فقد الاسنان مهم، يعني ليه ضرر كبير جدا. يعني مش معنى ان هو ربنا خلق لنا 32 سنه ان احنا نقدر نفقد واحده او اتنين فده عادي. يعني دايما بقول للبيشنت بتوعي ان ربنا خلق الاسنان وقفلت الاسنان على بعض، ده في ميزان، وميزان حساس جدا جدا جدا. اكيد. ففقد اي سنه او ضرس من الاسنان دي كلها بيعمل مشاكل كتير، سواء في الفيس بشكل عام، الوش بشكل عام، عضلات المضغ نفسها، مفصل الفك. فطبعا فقد الاسنان بيعمل مشاكل كتير جدا تكاد تكون يعني ليها احساس لحظي وليها احساس على المدى الطويل. فهمني؟ بس يعني مجرد ان الموضوع، لا هو مش دلوقتي بس، ده دلوقتي لا، او على المدى الطويل، على العضلات بتاعه المضغ بشكل عام، على مفصل الفك. أكيد. طيب لو فضلنا نستمر بفقد الاسنان بدون ان احنا نعوضها، بنبدا ندخل في مشاكل تانية، مشاكل في الهضم، مشاكل في المعده. كل المشاكل دي برضو منشاها الاسنان، لان بس الاعتماد المخرج والمدخل بالنسبه لكل حاجه الاسنان والاورال كافيتي بشكل عام. بالظبط. طيب الجزئيه الثانيه اللي حابين نتكلم فيها جزئيه التركيبات. المتعارف في العيادات، في عيادات الاسنان، ان الناس عارفه ان التركيبات عندنا نوعين، يا اما البورسلين يا اما الزركونيوم. احنا عايزين نتكلم ايه الفرق ما بين الاثنين علشان الساده المشاهدين يقدروا يتوصلوا الفرق ما بينهم. تمام. تركيبات البورسلين والزركونيا الاثنين بيؤدوا نفس الوظيفه. اوكي. لكن طبعا عندنا فرق، ان الزيركون تعتبر حاجه حديثه، مش حاجه قديمه، كان زمان هو احدث حاجه البورسلين. طيب انا كل عيان يعني نقدر نقول ده محتاج بورسلين او ده محتاج زيركون، ما ينفعش نعمله بورسلين بناء على ايه؟ الزيركون شويه بيسمح لي ان انا احافظ على التوث ستراكشر او السنه. تمام. يعني لما تكون السنه فيها تسوس كبير او الكلام ده، عشان اركب طربوش بورسلين فانا محتاج ابرد بمقاييس معينه. تمام. بس بتبقى كتير، لان البورسلين بيبقى فيه تحته معدن. فلازم اعمل فراغ للمعدن زائد البورسلين اللي هيتحط عليه عشان يديني الشكل او لون السنه في الاخر. تمام. طيب الزيركون هو ماده برضو قويه جدا، مش معنى ان هي ما فيهاش معدن ان هي ضعيفه، لكن بتخليني يعني ابرد السنه او احضر السنه بطريقه اقل شويه، ما بناكلش كتير او ما بنبردش كتير من السنه. تمام. فنقدر نحافظ على جسم السنه او على قوه السنه بشكل كبير. يعني معنى كده وجود الميتال اللي موجود في البي اف ام او في البورسلين ده شيء فارق جدا في كميه البرد اللي احنا بنعملها جداً للعيان. جدا. يعني حتى التكنيكس الجديده كلها بتاعه تحضير الاسنان ما ينفعش يتعمل بورسلين. ما هي احنا العلم بيتطور عشان نقدر نحافظ اكتر على جسم السنه. أكيد. ما نبردش كتير. أكيد. طيب كل التكنيكس دي ما ينفعش نعمل معاها بورسلين. ده 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 الفرق. وطبعا عندنا الايماكس. الايماكس ليه استخدامات معينه، وليه يعني بنعمل منه الفينير او الكلام ده، وبعض التركيبات الاسنان مش كتير، مش زي الزيركون او البورسلين. يعني اكيد دي الموداليتيز بقى اللي هي الليمونير والكلام ده كله. بالظبط. تمام. طيب الجزئيه بقى الثالثه اللي دي بقى بالنسبه لكل الناس هاجس. جزء خراج الاسنان. التهابات الاسنان. ازاي نقدر نعالج خراج الاسنان؟ ازاي نقدر نطمن الناس من ناحيه ان انا لما الدكتور يقول له انت عندك خراج ما يخافش ويترعب، بحيث ان هو يكمل في العلاج؟ طيب احنا يعني انا حابب مبدئيا نقول احنا ما ينفعش نوصل ان يبقى عندنا خراج في الاسنان. تمام. ده معناه ايه؟ انا المفروض مينيمم كل 6 شهور 8 شهور اقصى حاجه سنه اروح ازور دكتور الاسنان. طيب ما رحتش زرت دكتور الاسنان وبدا عندي مشاكل في اسناني تظهر اثناء. تمام. الاكل او اثناء النوم. تمام. في الم، في 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 في, في ريحه مش كويسه، لازم ازور دكتور الاسنان مباشره عشان ما اوصلش لمرحله الخراج. طيب سي احنا وصلنا خلاص والمريض عنده خراج، احنا دايما لازم نوصل للسبب. عشان توصل للعلاج الصح لازم تشخص صح. أكيد. ايه سبب الخراج ده؟ هل الضرس هو اكيد الضرس مسوس، طب علاجه ايه؟ علاجه خلع،
علاجه حشو عصب، لا محتاجين نتدخل دلوقتي جراحيا ونفتح الخراج ده والمريض ياخد علاج. ليه اكتر من علاج، وعلاجه ان شاء الله سهل، بس كل ما كان المريض ما بيسكتش على نفسه تمام، ومهتم بان دي ان الاسنان هي مش حاجه اي كلام او حاجه تافهه، لا زيها زي الكبد زي الكلى زي القلب، تمام. لازم نحافظ عليه، ولازم لما يحصل فيه مشكله لا اروح اشوفها مباشره فاهمني. لكن كعلاج الخراج لا، هو ان شاء الله بنعرف، بس مجرد ما بنشخص صح نعرف سبب المشكله ايه، بنعرف ساعتها علاجها ايه. تمام. دايما في العاده علاج حشو عصب، علاج وخلع، او ساعات بنتدخل مباشرة، ولازم جراحيا نفتح في وقتها على طول، بالظبط جراحة، لازم نفتح الخراج ده لأنه ممكن يوصلنا لحاجات تانية احنا في غنى عنها، في يعني غنى عنها اكيد طبعا. يعني معنى مش كده معنى كده ان انا بقول ان هو حاجة لا بسيطة، لا هو خالص ممكن يودينا في حتة اكيد احنا مش عايزين نروح لها، اكيد ميديكال ايمرجنسي وحاجات كده. بالظبط. ربنا يا يعافينا رب يعافينا ويعافي كلنا الناس ويعافي يعني. الساده المشاهدين. هو طبعا يعني معنى كلامك ان دلوقتي الموضوع بيتوقف على الدياجنوزس او الكشف الصح، بالظبط ونعرف ايه المسبب، وبناء عليه بنقدر نحدد ايه العلاج اللي احنا هنعمله. بالظبط بالظبط. طيب بما ان بقى العياده عند حضرتك من افضل العيادات، ودي بشهاده شخصيه الله لزراعه يخليك الاسنان، عايزين حبيبي. نتكلم شويه بقى عن الزراعه. تمام هل، والسؤال ده مهم قوي 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 عند مرضى السكر، هل تمام ينفع لمريض السكر ان هو يزرع اسنان؟ دي اول جزئيه. تمام الجزئيه الثانيه اللي هنضمها لصوت في السؤال الاولاني، هل انا كدكتور اسنان بيبقى ليا احتياطات معينه بقولها للعيان مريض السكر عشان اقدر ازرع له اسنان؟ تمام هو طبعا مريض السكر ينفع يزرع اسنان، مش معنى ان تمام انا عندي سكر ان انا خلاص حياتي كده انتهت. تمام طيب مطلوب منه ايه عشان يقدر يزرع اسنان؟ ان هو يكون مريض سكر ملتزم، بس بياخد علاجه زي ما طبعا دكتور الباطنه كاتبه له، عامل كنترول على السكر بشكل عام، يكون هو مريض سكر ملتزم محافظ على سكره، محافظ على الاكل بتاعه، الامور دي كلها تمام، خلاص يزرع مفيش اي مشاكل. طيب هل في احتياطات احنا بناخدها؟ طبعا اكيد، حتى لو المريض قال انا ملتزم او كذا بنعمل تحاليل، وتحليل مثلا تراكمي وكذا تحليل طبعا مع التشخيص، لازم يكون انت مريض سكر فانت عارف ان اللثه عندك ضعيفه، فلازم تكون بتحافظ على اسنانك كويس جدا، في بعض الفيتامينات بنكتبها، التراكمي بتاعه لو كويس بنقدر نزرع، يعني تراكمي دلوقتي لحد دلوقتي بنقدر نزرع، وتراكمي 8 نقدر نزرع، لكن انا او البروتوكول بتاعي اللي انا بعتمده اللي هو بناء على ابحاث وما الى اخره مش هركب له وهو 8، لان هو لو معنى لو جه بعد 3 شهور يركب والتراكمي بتاعه لسه 8، اذا هو مش محافظ، اكيد اذا هو ما اكيد بياخدش علاجه، اكيد يبقى طبعا. مجرد ما هركب يبقى انا بحكم على الحاله بالفشل. ما هو مش معنى ان انت زرعت خلاص ركب لي، لا انا هركب لك لما اكون عارف ان التركيبه دي هتنجح وانت فعلا هتستفاد من العلاج اللي انا هقدمه لك، مش ازرع ركب وخلاص. يعني معنى كده في جزء مهم بيتوقف على المريض طبعا واهتمامه بعلاج طبعا السكر والاكل والتحاليل اللي هتطلب منه، طبعا علشان نقدر يكون في الجزء اللي من ناحيه المريض مضمون شويه، والدكتور الباقي بقى عليه في الزراعه والعمليه بالظبط كلها. بالظبط. احنا زي اي مريض زراعه، مريض السكر بالنسبه للاشعه المقطعيه اللي هي ثلاثيه الابعاد، يعني بنحدد طول وعرض وسمك العظم وكثافه العظم زيه زي اي مريض زراعه، اللهم الا لازم يبقى ملتزم بعلاجه ومحافظ على سكره اللي هو الحاجه اللي المفروض يكون بيعملها حتى لو مش في هيزرع المعتاد، اسنان في يعني. المعتاد بالظبط كده. بس طيب دلوقتي انا في العياده جالي عيان دخل وكشف، بقول لحضرتك يا دكتور انا دلوقتي خالع كل اسناني، ما عنديش ولا سنه ولا ضرس، وعاوز ان انا اركب اسنان، بس هو رافض التركيبات المتحركه تمام وعايز يزرع اسنان. هل في عدد معين من الزرعات انا ببقى محتاجها لتعويض كل اسنانه؟ ايه تمام بقى اللي انا اقدر اعوض بيه، سواء في الفك السفلي الفك العلوي، ايه اللي اقدر اعمله له؟ تمام. ان جنرال ما ينفعش لو هنحط تركيبه ثابته ان احنا نحط اقل من 6 زرعات في الفك الواحد. تمام تمام. وفي بعض الاحيان بنزود بناء على التحاليل والاشعه، بنشوف سمك العظم وكثافته وما الى اخره، كل الحاجات دي هي اللي بتقول للدكتور اعمل كذا. مش هتعمل ده، انت بتحكم على الحاله بالفشل. ما هو انا يعني في مرضى يجي لي يقول يا دكتور طب حط لي 4 زرعات بس. طب ماشي انا هحط لك 4 زرعات بس، وبعدين ما هم مش هيعيشوا، اكيد يبقى طبعا انا بحكم عليهم بالفشل. اكيد. لا بقول له لا، انا الشغل الصحيح ان احنا نعمل كذا 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 كذا. دي خطه العلاج بيحطها اكتر من دكتور، سواء دكتور تركيبات سواء دكتور زراعه سواء يعني دكتور لثه،
اخصائي لثه، كل الناس دي بتشترك في عمل خطه العلاجيه بجانب الاشعه والتحاليل. فمبدئيا نقول بشكل عام مش اقل من 6 زرعات عشان اركب تركيبه ثابته على في الفك يعني. على الزرعات بالظبط. تمام. طيب كطبيب متخصص في زراعه الاسنان، هل في يعني متطلبات معينه في نوع الزرعه اللي انت بتشتغل بيها او بتحب تشتغل بيها في العياده؟ وهل ده بيأثر بالفعل على اختلاف اسعار الزرعات من شركه للتانيه او من مصنع للتاني؟ اكيد طبعا. في يعني احنا دلوقتي السوق المصري انفتح على زراعه الاسنان بشكل كبير جدا يعني. جميل. لو قارنا من 10 سنين جميل ما كانش في زراعه اسنان بالشكل اللي موجود دلوقتي في مصر، وده حاجه كويسه جدا طبعا. بس مع الكتره دي بقى في حاجات كتير، زي ما في حاجات ليها كواليتي عاليه، مش عايزين نقول اسماء شركات، اللي كواليتي بتاعتها عاليه وشغاله من 15 سنه. في حاجات لسه طالعه جديد ولسه ما يعني مثلا ما اتعملش بيها زرعات ل 5000 بني ادم، فانا ما اقدرش اشتغل بيها. احنا في متطلبات في الزرعه نفسها، السيرفس تريتمنت، معالجه الزرعه، الـ 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 المعدن اللي محطوط في الزرعه، وهل هو امن بمقدار قد ايه، بيقدر يجذب الخلايا بتاعه الدم والعظم ان هم يمسكوا فيه ويعشقوا في بعض زي ما بيقولوا بالظبط. اللي هو العظم والزرعه يمسكوا مع بعض. انا مش عايز اقول مصطلحات برضه عشان احنا بنكلم الناس. اكيد. فقدره الزرعه ان هي تعمل كل ده، ده اللي بيخليني اختارها. اكيد. وقدره برضه او ان انا ابقى عارف الشركه دي شغاله بقالها قد ايه. يعني احنا السوق بتاعنا دلوقتي فيه بتسمع مصري طبعا، وبتسمع تركي وبتسمع الماني وسويسري وما الى اخره. تقريبا مفيش بلد ما بتعملش زراعات في سوق الزراعات دلوقتي يعني. بالظبط. فانا برضو اللي مش بس بيحكمني جوده الزرعه، نوع العظم بتاع المريض. يعني عندنا زرعه مصري ممتازه جدا 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 ما شاء الله. اوكي. لكن هل هي تنفع في كل الحالات؟ هل كل العيانين اللي يدخلوا العياده هحط لهم الزرعه دي؟ لا، في حد عظمه ما ينفعش معاه الزرعه دي. احنا محتاجين زرعه بشكل معين، بتصميم معين، بسيرفس تريتمنت او معالجه معينه تمام، عشان تمسك معاك او عشان تشتغل معاك. بس يعني معنى كده يعني قصدي حضرتك ان انا دلوقتي في موضوع الزرعات ان هو نوليدج، معرفه الدكتور وتخصصه في موضوع الزراعه، انك دايما تبقى ابديتد بكل الشركات اللي بتنزل. وطب كل شركه ايه التصميم اللي بتقدمه؟ يعني طب انت عايز تبيع بناء على ايه؟ لازم اشوف انا تصميم الزرعه واشوف السيرفس تريتمنت بتاعها، الزرعه دي معالجه ازاي، ويعني تفاصيل كتير كده طبعا. مش سهل ان احنا نقول يلا خلاص خد ازرع انت مصري، خد انت الماني، خد انت، لا مش كده. اكيد اكيد. يعني طبعا بيحكمنا حاجات كتير، سواء من الزرعه، سواء المريض نفسه، نوع العظم بتاعه، كثافته، سن المريض، حاجات كتير يعني. اكيد طبعا. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا في الاجزاء اللي حبينا ان الساده المشاهدين يكونوا بقوا على درايه بيها، ويا رب نكون قدرنا نوصل لهم. دلوقتي بقى عايزين نتنقل للجزء الثاني، وجزء مهم جدا جدا جدا، وهو ان احنا نشوف بقى صور لحالات حركة عملتها في العياده. تمام. فهنبص على الشاشه كلنا دلوقتي. وهتتعرض الصور كلها بالترتيب للحالات. حضرتك بقى ممكن تشرح لنا ايه المريض لما جه قال حضرتك انا محتاج ايه الاسناني وايه المشكله عندي والحل بتاعها؟ دي كانت مريضه من دوله السودان الشقيق يعني. كانت جايه فاقده الامل في الاسنان دي، ويا دكتور انا هخلع خلاص، وطب هزرع، طب هعمل ايه، انا خايفه، انا الاسنان في الوش. طبعا احنا عارفين ان البيشنت الفيميل بيبقى الموضوع ده بالذات مهم معاهم جدا، لان هي جمالي طبعا. الشكل الجمالي ده موضوع تاني ده. فاحنا قلنا لها لا تمام ان شاء الله مش هنخلع ولا هنعمل اي حاجه. وقدرنا نحافظ على الاسنان دي. طبعا عملنا اشعه ثلاثيه الابعاد وحددنا ان احنا نقدر نحافظ على الجذور اللي موجوده، اللي هي طبعا مش باين منها حاجه دي. اتعمل شغل كتير جدا، الحاله دي خدت شغل كتير ووقت كتير، قص لثه وعظم، وعملنا طبعا حشو عصب ودعامات، وموضوع كبير جدا جدا. بس الحمد لله يعني النتيجه كانت مبهره للمريضه وكانت مبسوطه جدا. النتيجه هتبقى يعني الصوره اللي بعدها على طول، دي بيفور الثانيه اللي بعدها. دي الحاله بعد ما اتعملت وتركب اللي هو واتعمل قص لثه والبوستر كلها مسمار والدعامه والطربوش. بالظبط. ده مهم جدا يعني. شكل
الكونكشن او الكونتاكت ما بين الاسنان واللثه، يعني لو حضرتك بصيت على الصوره هتشوف هو قد ايه ناتشرال، هو طبيعي، هي ايوه كانها مش مركبه اسنان مش اصلا. مركبه اي حاجه فده خالص طبعا اكيد. كان يعني خد شغل كتير يعني الحمد لله، الحمد وهي لله كانت سعيده جدا وانا كنت سعيد الحمد الحمد لله، لله يعني الحمد لله توفيق من طبعا ربنا سبحانه وتعالى الحمد طبعا لله. الحمد لله. دي الحاله اللي بعدها تقدر تقول لك الحركة ايه اللي اتعمل فيها بالظبط؟ دي حالة زراعة أسنان هنا، كان عندها ضرس واحد مفقود، والمشكلة إن إحنا ممكن نقول ضرس واحد فإحنا نحس إن هو حاجة بسيطة، لكن الضرس ده رقم 6. يعني أنا فاكر وإحنا في الكلية زمان كان دايما يقول لك اللي يخلع ضرس رقم 6 ده طبعا مجرم لازم طبعا يتحاسب. ده مفتاح العضة بالظبط هو ده مفتاح يعني العضة بالظبط. فالحمد لله زرعنا لها زرعة، وكان واتعمل لها تركيبة مؤقتة، يعني هي زرعت وركبت في نفس الوقت تركيبة مؤقتة، وبعد كده اتغيرت التركيبة المؤقتة دي بتركيبة زيركو النهائية يعني. والحمد لله يعني الحمد الدنيا كانت لله لطيفة جدا معاها يعني. الحمد لله. شوف الصورة اللي بعدها دلوقتي، الحالة دي بقى كانت ايه شكوى دي العيان وكان هو ايه عايز يتعمل له بالظبط وايه الخطوات اللي خدناها او هي طريقة كانت العلاج؟ الشكوى بتاعته، الشكل كان عامل له ازعاج كبير جدا، وكان عنده كده شوية مشاكل، فما ما رحناش ناحية التقويم خالص، وهو على العلم ده من الكويت مش من مصر يعني. فاخترنا ان احنا نعمل له ابتسامة كاملة، طبعا دي برضو جميل. بتاخد من الحاجات اللي بتاخد شغل كبير جدا ان انت تعمل ابتسامة كاملة، لان انت ممكن العضة لو اتغيرت لو يعني 0.5 ملي ده ممكن يبوظ له الدنيا على اللونج تيرم جدا يعني. فاتعملوا طبعا تركيبات دي زيركون، اخترنا له ليه الزيركون؟ لان هو قوي قوي جدا الزيركون، فيقدر يعيش معاه مدة اطول يعني. أكيد بس أكيد. طيب نشوف الصورة اللي بعدها، الحالة اللي بعدها على طول. طيب هنا واضح إن في ضرس مفقود، إيه هنا اللي مين عوضناه بقى في المكان أو الجزء الفاضي ده؟ الحالة دي؟ هنا طبعا عملنا زراعة، هو كان جاي بيفكر موضوع عايز يعمل تركيبات وكده، وهو خايف من الزراعة، هو مش عايز يعمل زراعة عشان هو خايف بس، وكان عنده سكر برضو وكده. فلا عملنا التحاليل بتاعتنا والأشعة، وحطينا الخطة العلاجية الخاصة بيه، والحمد لله. وده برضو ما كانش مقيم في مصر يعني المريض ده، فاضطرينا ان احنا نزرع، ويعني immediate implant و immediate loading، ان احنا اللي هو نركب ال immediate اللي هو في ساعتها بنزرع في ساعتها وركبنا وبنحمل له على الزرعة بالظبط اللي هي التركيبة بالظبط بتاعتنا على طول. وركبنا له على طول تمام مباشرة يعني، بحيث ان هو تمام يقدر يمشي بأسنان عشان نحافظ على الأسنان اللي هي المقابلة ليها ما تتحركش من مكانها أو تاخد السبيس بتاع الأسنان القديمة يعني. أكيد طبعا. ده هيبقى معانا في الصورة اللي بعدها اللي هو التعويض بالزرع بالظبط. الزرعة والتركيبة عليه. لا نرجع صورة واحدة. هنرجع صورة تانية. أيوه هي دي. دي بعد ما تمت التركيبة الزراعة والتركيب عليها على طول بالظبط تركيب بعد ما فوري. ركبنا على طول طبعا نفس القصة، هتلاقيني دايما بقول لك الكونتاكت ما بين التركيبات واللثة ده شيء مهم جدا طبعا طبعا طبعا. يعني. لا وده الحفاظ كمان على صحة اللثة، مش بالظبط مجرد الشكل بس، ده احنا بنحافظ على صحة اللثة بالظبط والتركيبة اللي احنا عاملينها بالظبط وكلها هي all in all كده مع بعض يعني بالظبط، لأن بتتأثر. هي أي مشكلة في اللثة هتأثر على أي شغل احنا بنعمله، سواء تركيبات سواء زراعة سواء حتى حشوات، جميل أي حاجة تيجي على حق اللثة ده اللثة ما فيهاش تسامح خالص طبعا يعني. طبعا. طيب نشوف صورة الحالة اللي بعدها، دي واضح ان هي برضو زراعة اسنان، فكنا عايزين حابين نتكلم بقى ايه الشكوى اللي كانت جاية من المريض. الشكوى واضحة. العينة باينة زي ما بيقولوا يعني. الشكوى واضحة يعني ايوه تقريبا أكتر من نص الفك ما كانش فيه أسنان خالص، وكانت مفقودة من وقت يعني، كان بقى لها مدة كبيرة ما الأسنان دي مفقودة. فطبعا الحالة دي من الحالات اللي خدت شغل كتير جدا، لأن كان المشكلة إن لما الأسنان بيحصل فيها فقد أو بنخلع سنة مع الوقت العظم بيقل، بيحصل تآكل في العظم. بيحصل تآكل في العظم سواء على مستوى العرض أو الطول أو كثافة العظم نفسه بتقل. تمام فده كل ما انتظرنا وقت أطول عشان ناخد خطوة الزراعة، كل ما بيخلي خطوة الزراعة بقت يعني رخمة أكتر، وممكن بقى ندخل في قصة زراعة عظم والكلام ده زي الحالة دي. الحالة دي طبعا زي ما قلنا بعد الأشعة المقطعية والخطة العلاجية والكلام ده، هي هنا كانت في مرحلة التركيب، دي حاجة اسمها هيلينج أباتمنت، بنشكل اللثة اللي هتركب عليها الأسنان عشان زي ما قلنا ما نجيش على حق اللثة وندي الشكل الجمالي بتاع الأسنان الطبيعي يعني.
يعني دي الـ الـ الاجزاء المتركبه اللي هي الهيلينج اباطمنت، دي اجزاء خارجيه بتتركب، بتبقى من جوه ماسكه في الزرعه بالزبط. وده الجزء الخارجي، ده بالزبط. فايدته ان هو اللثه بتتشكل على الجزء ده بالظبط، ونقدر بعد كده ان احنا ناخد بقى مقاساتنا ونركب الاباطمنت عشان اللي لما نركب عليه تبقى وهكذا. التركيبه مش ضاغطه على اللثه او كده. تمام، بنحقق اللي هو التارجت بتاع ان احنا نحافظ على اللثه وتبقى وحده ماشيه متجانسه بالظبط تماما مع التركيبه بتاعتنا. بالظبط. تمام، دي بقى الصوره بعد التركيب. ده بعد التركيب طبعا هي السعاده باينه ما عليها شاء الله الحمد لله. الحمد لله، الفرحه بتاعت العيان طبعا اكيد يعني هي بتفرق مع ما العيان كانتش ومعاك بتاكل طبعا. خالص، ما كانتش بتاكل خالص يعني. طيب بالنسبه بقى لموضوع عيادات الاسنان والخوف من عارف الهاجس اللي هو بتاع التعقيم بقى اي والامراض المنتشره واللي بتتنقل والكلام ده، بمناسبه الصوره دي، الصوره اللي قبلها اللي هو كان جهاز الاوتوكلاف، تمام. جهاز التعقيم، كلمنا شويه عن التعقيم وموضوع الاهتمام بالتعقيم في عياده حضرتك يعني بشكل والله عام. بص، انا دي من الحاجات اللي ما عنديش فيها تسامح بنسبه حتى 0.5% مع اي حد من التيم اللي بيشتغل معايا. ما عندناش تسامح خالص في جزئيه التعقيم دي. يعني احنا بنستخدم اعلى الخامات واعلى تمام الماتيريال في موضوع التعقيم ده، سواء تمام في غسل الادوات، سواء الادوات بتتبكت لكل مريض باكت خاص بيه، بيتفتح للمريض قدامه، كل باكت عليه انديكيتور. يعني عشان لو جهاز التعقيم مثلا حس الدوره ما كانتش مظبوطه 100%، الانديكيتور اللي على الباكت بيقول لك لا انا ما تعقمتش. تمام طيب ده من ده ده الباكت، الجهاز نفسه لو في اي مشكله في التعقيم بيديك الارم، لا انا في عندي مشكله لازم تحلها لي عشان اقدر اعقم لك الاجهزه. تمام بس طيب احنا كده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. تمام. نتمنى ان احنا نكون افدناكم وجاوبنا على اسئلتكم واستفساراتكم، ويا رب دايما تكونوا بخير وفي افضل حال. النهارده اتشرفت باستضافه الدكتور سيد صالح، تحياتي لك كمان. اخصائي زراعه وتجميل الاسنان. انتظرونا ان شاء الله في حلقه جديده واسئله جديده وصور لحالاتنا جديده من برنامج طبيب في بيتك. كان معاكم دكتور محمد رضا، اخصائي طب وجراحه الفم والاسنان.